في ايه يا سلمى؟ مش مصدقه نفسي يا استاذ محمد. في ايه؟ اول مره تنزل من غير ما تكلمني اطلع اجيبك من على السلم فوق. ما فيش قطه على السلم يا سلمى. مفيش قطه؟ الحمد لله. يا استاذ محمد، القطه تعمل لك ايه يعني يا استاذ؟ لا انا بخاف من القطط. في حاجه على السلم؟ لا مفيش حاجه والله. حاجه وصلت؟ لا والله وصلت. لا يا سلمى، لو في حاجه هنادي عليك انا يا سلمى. بتخاف من القطه يا استاذ محمد؟ الو، ايه يا حميده؟ بص يا حميده، عايزه اقول لك على حاجه. احلى حاجه في العمر ان ما فيهاش كمرات اصلا. واقول لك على حاجه، البوابه قالت لي ان في واحده اسمها ام فيروز، وكمان معاها شنطه كده فيها مليون جنيه، وكمان راح توديها البنك. واقول لك على حاجه، البوابه دي طيبه قوي قوي قوي، وكمان بتحكي لي على اي حاجه. خلاص يا بنت غزل، تمام. الشنطه فيها مليون جنيه، متاكده؟ طيب يا بت غزل، خدت بالك من الكاميرات كويس؟ يعني كل حاجة تمام؟ ماشي، يلا يا بت، يلا صباحك فل. جدعة بت، سلام. يا ام فيروز، اجي معاكي يا حبيبتي، احوطك والله احافظ عليك عشان الفلوس، بس اجي معاكي البنك؟ لا يا سلمى، ربنا يخليك. مش هخلي حد يقرب لك ابدا والله العظيم. لا ما تخافيش، البنك قريب. ماشي اللي انت عايزاه، بس انا كنت طالبه منك طلب. يعني اتفضلي. في بنت يعني كده غلبانه، يعني كانت جايه لي الصبح، يعني في حد بيضايقها، يعني هي بتبيع اندومي، فقعدتها هنا قدام العماره. طب مفيش مشكله، بس هي ظروفها وحشه قوي. يعني ابوها متوفي وامها تعبانه وقاعده في البيت، وهي يا عيني بتبيع اندومي متبهدله. وبصراحه البنت دي وشها خير عليا من ساعه ما جت، وانت رضيتيني اعطيتيني 500 جنيه وفرحانه قوي والله. بس انت لو حابه يعني تساعديها براحتك، لو مش حابه عادي، اللي انت عايزاه. لا طبعا اساعدها واقف جنبها كمان، ايه المشكله يعني؟ ربنا يكرمك يا ام فيروز يا رب، والله يا ستي اصيله اقسم بالله. فين البنت الصغيره دي يا سلمى؟ اهي قاعده اهي عند العماره اهي. البنت الصغيره دي؟ ايوه دي مش ساعد مامتها؟ ايوه والله صعبان عليا قوي. لا ده انا اساعدها واقف جنبها كمان يا سلمى. ربنا يخليكي يا رب يا ام فيروز ويكرمك يا رب. طب ماشي يا سلمى. شكرا يا حبيبتي، انا رايحه لها. ماشي. يلا قدامي، يلا عندي قدامي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه يا فندم. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي غزل. طنط سلمى لسه مكلماني عليكي، وقالت لي ان انت بنوته اموره صغيره بتساعدي مامتك عشان تعبانه وباباكي متوفى الله يرحمه. ايوه الله يرحمه. بس انت جدعه وشطوره. ليه؟ عشان بتساعدي مامتك. شكرا يا فندم. هو في بنوته بالعسل ده بتساعد مامتها دلوقتي؟ شكرا. عايزه تشتري مني قدامي يا فندم؟ لا يا حبيبه قلبي، هشتري منك بس ممكن بكره مش النهارده. ماشي يا فندم. خدي بقى الفلوس دي عشانك. لا يا طنط، دول كتير قوي والله يا طنط، شكرا مش عايزه. لا يا حبيبه قلبي، دول مني ليكي، انت عندك عزه نفس، انت زي العسل قوي. شكرا يا طنط، بس والله مش عايزه يا طنط. طب عشان خاطري خدي، مش انا زي مامتك؟ ايوه. تعتبريني زي ماما؟ طب بص يا طنط، طب اديكي حتى اندومي. اوعدك بكره هاجي اكل عندك اندومي انا وبنتي. بس دول كتير قوي يا طنط. مش كتير عليكي يا حبيبتي، اتفضلي. بجد يا طنط؟ بجد يا حبيبتي. شكرا قوي يا طنط، انت طيبه جدا. ايه العسل ده والله، زي العسل، انت جميله قوي. شكرا قوي يا طنط. ماشي بعد اذنك يا حبيبتي. الو، ايه يا حميدو؟ دي لسه طالعه دلوقتي ومعاها شنطه كبيره ولونها بني. طب خلاص يلا اقفلي اقفلي. طيب سلام. يا مدام، في واحده بتنادي عليك هنا. يا بنت الحرامية، وحشتيني قوي يا النوطه، وحشتيني والله. مش عارف انت تايهه ولا اتخطفتي ولا ايه، بقالك 4 سنين غايبه عني، وحشتيني قوي. بس انا عملت كل اللي عليا، نزلت صورك في النت ولفيت عليك الدنيا كلها، بس برضه مش لاقيكي. يا رب ترجعي لي، يا رب يا رب ترجعي لي يا رب، وحشتيني قوي يا حبيبتي. يا رب يا رب الاقيها. شنطتي
في ايه؟ طيب مالك؟ في ايه؟ في حد كلمك؟ في حد كلمك؟ في حد جه جنبك؟ طيب في ايه؟ يا استاذ محمد. في ايه؟ طيب استاذ محمد انت ساكن معايا في نفس العماره. ايوه وانت المفروض تقف جنبي. طب اعمل ايه؟ طيب انا شنطه الفلوس بتاعتي حرامي جه سرقها مني. حرامي؟ حرامي؟ طيب طب انا همشي بقى. همشي انا والنبي تعالى دور عليك. لا والنبي ماليش دعوه اللي يعمل فيا حاجه والنبي. في ايه يا استاذ محمد؟ انا خايف. طب اقول لك على حاجه. انت ممكن تروحي للظابط امنيه في شارع 10 وهي هتجيب لك الشنطه بتاعتك. دي الظابط هتعرف تجيب لي شنطتك؟ ايوه طبعا الظابط امنيه. متاكد؟ ايوه في شارع 10. روحي بس اسالي هناك في شارع 10 على الظابط امنيه. في ايه يا استاذ؟ تعالى معايا يا استاذ محمد قدامي. الحرامي كان بيجي وراكي منين؟ كان بيجري ورايا كده. مين اللي بيجري ورايا؟ انت اللي بجري وراه. انت بتجري ورايا؟ انت بوظتي لي المنزل. انا همشي. ما تقوليش لحد ان انت شفتيني. ماله ده هي ناقصك يا استاذ محمد. ايوه كده بقى. ايوه كده. يا لهوي يا اما، اللهم صل على النبي. ايوه كده بقى. ايوه بنت غزل كده جدعه، شكلها هتحلو قوي قوي قوي. وكمان بقى العماره دي بقى انا مش هسيبها. والبنت غزل كمان قالت لي ايه؟ ان بوابه العماره عبيطه وهبله بتقعد تتكلم معاها في كل حاجه. انا مش همشي من العماره دي غير لما فتشها واحد واحد وساكن ساكن. ايوه كده بقى شكلها هتحلو. اللي بعده. الحقيقة يا سلمى. ايه بس يا ام فيروز؟ شنطة الفلوس اتسرقت مني. اتسرقت منك؟ حرامية غزالة لقيتها مني يا سلمى. واستن جد واستاذ محمد عشان يساعدني ويدور معايا على حرامي. كان خايف ومعرفش ماله. قال لي عايز حد يساعدك تروح لظابط امنية في شارع 10. ايوه صح، ظبط امنيه هي اللي هتساعدك. بس انت ما لقيتيش غير الاستاذ محمد بس وتيجي تقول له ساعدني؟ اللي لقيته قدامي ده استاذ محمد دوت جبان قوي، جبان وبيخاف من اقل حاجه. انت عارفه لما بيلاقي قطه على السلم بيكلمني بيقول لي تعالي الحقيني نزليني من على السلم عشان القطه خايف منها. هو وصلت معاه للدرجه دي؟ اه والله العظيم. بس هو عنده حق في حاجه فعلا، ظبط امنيه هي اللي هتجيب لك حق. ظبط امنيه؟ ايوه طبعا عارفاه. ظبط امنيه دي هتنزل الشارع اللي انت سرقتي فيه وهتشوف كل الكاميرات وهتجيب لك حقك وهتجيب لك اللي سرق الشنطه كمان. بجد هي شاطره قوي كده؟ ايوه دي ممتازه جدا ما شاء الله عليها. طب والنبي وديني عندها بسرعه. تعالي معايا الشنطه فيها مليون جنيه. أيوة مليون جنيه. تعالي. طيب ظبط امنيه ايه؟ ظبط امنيه حقيقي والنبي. طيب حقيقي. اهدي بس اهدي، اتفضلي يا عذر. اهدي ازاي وانا شنطتي مسروقه؟ عشان خلاص بس عشان تعرفي تكلميني. اتفضلي يا عذر. اتفضلي قولي مشكلتك ايه؟ انا دلوقتي لسه بايعه شقتي، شقه العدم بتاعتي. تمام. كانت 8 مليون جنيه. روحت البيت قلت اجيب رقم الحساب وانزل تاني اروح احط الفلوس في البنك. تمام. نازله عشان احط الفلوس في البنك. انا ساكنه في شارع 8. تمام. ايوه. في واحده جات لي في شارع 16 شكلها غريب. انا ما اعرفش دي عامله ازاي. مش فاكره شكلها. مش فاكره شكلها خالص. انا اللي فاكراها كانت لابسه بنطلون جينز وجاكيت اصفر كده. تمام. ماشي. جت قالت لي بصي في واحده بتكلمك اختفت من جنبي بالشنطه. قعدت اجري وراها لحد ما لقيتهاش خالص. طيب بصي انا عايزاكي تهدي خالص بقى وعايزاكي تفهميني كده، هو انت قايله الموضوع ده لمين؟ قايله انت بعتي شقتك لمين؟ انا ما قلتش لحد خالص. انا يا دوبك بس كلمت خالص. هفهم حضرتك اهو. انا يا دوبك كلمت جوزي طمنته قلت له ان انا بعت الشقه وقلت صح وقلت لسلمى. سلمى؟ سلمى مين بقى دي؟ ماسكه العماره. ماسكه العماره يعني ايه؟ يعني ماسكه حارس العقار. حارس عقار بس كده. فهمت. انا قلت لها عشان ارضيها بس سلمى دي انسانه محترمه مؤدبه شايله العماره كلها على دماغها. عمرنا ما شفنا منها اي حاجه وحشه. طب ينفع تقولي لي بقى يا استاذه سلمى، هو انت حكي موضوع استاذه ندى ده لمين؟ ان هي بايع الشقه؟ بصي ظبط امنيه انا ما حكيتش لحد خالص. بس كل اللي حصل يعني ان في بنت غلبانه جت لي الصبح، يعني ابوها متوفي ومامتها تعبانه وهي بتساعدها بالبيع اونلاين. ابوها متوفي ومامتها تعبانه. ايوه فهي كمين. بتساعدهم يعني. فانا قعدتها على باب العماره بره يعني بيع الاندومي. وكل اللي انا قلته لمدام ندى ساعديها عشان هي غلبانه يعني وباباها متوفي وظروفها مش حلوه يعني. بس ده اللي حصل مني. اسمها ايه البنت دي؟ اسمها غزل. غزل؟ وانت اسمك ايه؟ انا اسمي سلمى. وحضرتك اسمك ايه؟ اسمي ندى. اسمي ندى. مدام ندى صاحبة الشنطة. تمام. والنبي يا ظابط امنية، انت قلتي لي بقى الشارع اللي انت اتسرقتي فيه شارع كام؟ انا ساكنة في شارع 8، اتسرقت في شارع 16، والبنك ده في شارع 25. طيب. بس انا ما اتكلمتش ما قلتش حاجة لحد والله، انا ماليش دعوة. ظابط امنية. طب الشنطة دي فيها مليون جنيه. انا مش عايزاكي تقلقي. انت جيتي حضرتك جيتي المكان
صح، انت جيتي بظبط امنيه. وانا عايزه اقول لك على حاجه، انا عايزاكي بس بالظبط تديني اسبوع اعمل تحرياتي كده والشنطه هتكون في حضني. اسبوع كتير قوي يا زبط امنيه، مش عارفه انام بالليل، مش عارفه انام غير والشنطه في حضني. معلش اديني بس فتره اسبوع عشان اعرف اعمل حياتي كويس وارجع لك الشنطه. انا واثقه فيك يا زبط امنيه. اه طبعا لازم تصرفي. ماشي مليون جنيه راح. مليون جنيه راح. هيرجعوا لي بعد اذنك. مليون جنيه راح. انا لازم ارجع لها الشنطه لازم.